استاذ هيثم الشواف، انا اعرف ان حضرتك كنت الداعي لجمعه كشف الحساب بعد 100 يوم من حكم مرسي والاخوان لمصر. يعني بيتهيألي ان الراي العام ما يعرفش ان انت الداعي لجمعه كشف الحساب. عايز اعرف بس، لما انت اللي كنت الداعي لجمعه كشف الحساب، ليه اللي عمل المنصه في التحرير كان التيار الشعبي، رغم ان انت والتيار الشعبي عمركم ما اتفقتوا مع بعض؟ بص، وانا كنت الداعي في البدايه، وانضم ليا في الدعوه الجبهه الحره للتغيير السلمي وثوره الغضب الثانيه، وكان الاتفاق في البدايه مع شباب المحروسه وشباب الوفد. ولو تفتكر المنصه بقى تحديدا، المنصه كانت مشاركه ما بيني وما بين شباب المحروسه وما بين شباب الوفد. احنا تقريبا اللي دفعنا ثمنها. عرضنا على التيار الشعبي ساعتها ان هو يشارك، وعملنا بانر على حسابنا حطينا فيه اسم الجبهه الحره للتغيير السلمي وثوره الغضب الثانيه وشباب المحروسه وتحالف القوى الثوريه وشباب الوفد والتيار الشعبي، بناء على وعدهم بان هم يشاركوا فيها. بس هم كانوا تراجعوا عن المشاركه، يعني كان محمد عواد هو اللي كان الكلام معاه، تراجعوا عن المشاركه. بصراحه انا برضه اتفاجئت بان هو يوم المنصه لمجرد وجود واحد لابس تيشيرت التيار الشعبي ساعه تختيم المنصه اتقال انها منصه التيار الشعبي. انا كلمت حسام مؤنس ساعتها حتى قلت له ازاي ده بيحصل، قال لي دي غلطه موقع، غلطه صفحه، طب انا اعمل ايه يعني. بس الغريب ان هم يعني الغريب ان هم استثمروا المساله دي لصالح التيار الشعبي. يعني انا شخصيا مش فارق معايا، يعني انا لا اعتقد انا فارق معايا ولا رامي صلاح، لان رامي صلاح يعني انا ورامي صلاح اتحملنا الجزء الاكبر من المنصه دي، لان هو كان منسق شباب المحروسه في الوقت ده، فاتحملنا الجزء الاكبر من القصه دي. ولكن مش فارق معانا، احنا كان الهدف ان احنا نعمل منصه. لكن فكرة الاستفادة ان كيان سياسي يستفيد اعلاميا وسياسيا من حاجة هو ما عملهاش، كان بالنسبة لي انا رغم بعض الخلافات مع التيار الشعبي، لكن كان بالنسبة لي هي صدمة في الشكل البراجماتي ده، ان مش مهم تعمل، المهم تستفيد. ما علينا، يعني المنصة التيار الشعبي ملوش فيها حاجة، لكن هو اعلاميا والناس تعرف انها بتاعت التيار الشعبي، رغم ان هو لا دافع فيها ولا عملها، بس ده مش ده المهم، المهم انها اتعملت. دعوه كشف الحساب كانت دعوه مهمه جدا من وجهه نظري، لان هي ما كانتش بدايه تحرك، كانت بدايه تحرك كان في 31 اغسطس في المسيره اللي اتعملت من طلعت حرب، وكانت الدعوه من تحالف القوى الثوريه برضه ومن ثوره الغضب الثانيه في الوقت ده. بس يعني الدعوه دي داخل الميدان كانت مهمه، لان دي كانت اول دعوة داخل الميدان، ميدان التحرير، داخل ميدان التحرير بالظبط، أول دعوة داخل ميدان التحرير من ساعة ما الإخوان من بعد الانتخابات كانوا استولوا عليه تقريبا. اتعرض عليك فلوس من الإخوان عشان تلغي جمعة كشف الحساب 12 أكتوبر؟ اتعرض عليا مغريات، يعني تقدر تسميها مغريات. إيه، نسوان مثلا؟ لا يا راجل. المغريات إيه طيب؟ لا 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 لا، ما علينا ما علينا، مش هو ده المهم. المهم في الآخر ان انا استمريت في الدعوه، والقوى السياسيه بعد كده تبنت دعوه كشف الحساب، وكانت اول دعوه حقيقيه داخل ميدان التحرير.